قرروا الاول. عايز اعرف مين لسه في رمق يحارب العطارين. انت مين هاد؟ ومين اللي كاريك علينا؟ انطق انطق بدل ما تفنك هنا. يبقى انت تجاني على روحك. استنى استنى يا فارس، تضربش. سيبني معاه يا فارس. اسيبه كيف يا عمي؟ ده كان هيموتني. سيبني معاه، ما تقلقش، اسمع الكلام. ماشي يا عمي، من دارك يا نيه لو احتجت حاجة. ما سألتش نفسك اللي كنت هتعمله ده صح ولا غلط يا عمار؟ انت تعرفني؟ جاي تقتلني انا يا عمار؟ اللي يهدد رب الدار يبقى يستاهل حكمه. رب الدار ده غبي. بس انت اغبى منه. عارف ليه؟ لانك كنت جاي تضرب نار على العطارين، اصحاب الدار اللي انت اتربيت فيه. انا ما اعرفش غير الشيخ سلام وعم سميح، وحياتي في الدار انت خدت قصادها كتير قوي يا سليم بيه، وكتير من اخواتنا راحوا بسببكم. طالع عندي برضو. روح يا ابني، روح من مكان ما جيت. بس عايزك تبلغ سميح وتقول له سليم بيبي يقول لك تشوف لك حتة تدارى فيها قبل ما يطولك، لأنه لو طالك حيمحيك من على وش الأرض. ده معناه إن احنا هنتقابل تاني يا سليم بيبي. هنتقابل يا عمار، هنتقابل بمزاجنا أو غصب عنا. يلا روح، متخليش الرجالة هنا يعملوا فيك حاجة أنا مش عايزها. بس لازم تفهم ان الراجل يفكر قبل ما ينفذ. ولازم تفهم انا سامحتك ليه. انا سامحتك لان عارف ان كل اللي فاهمه لك سميح ده غلط. مالكش دعوه بسميح، ابعد عننا وسيب ابونا في حاله. مش ابوك سميح، مش ابوك. انت تعرف يا هاد مين ابوك؟ تعرف مين ابوك؟ يلا يا ابني، يلا روح لحال سبيلك. بس لازم تفهم ان الحقيقة دين هيطردك، ومسيره هيترد، ومسيرك هتعرف انك لولا انك مهم عندنا كان زمانك دلوقتي في طريقك للآخرة. يلا امشي امشي. أتمنى ما تكونيش اتعودتي على العيشة في القصور، عشان مش هتعيشيها تاني ولا هتشوفيها تاني يا زينب. هانم، وانت مين انت عشان تجسمي ورث العطار علينا وتقولي لنا لينا ايه وعلينا ايه؟ اوعي تنسي نفسك يا جيهان الفخراني. انا جيهان الفخراني، مرات زين العطار، كبير العيلة دي، غصب عن عين اي حد. الغل اللي في قلبك خلاكي عاميه زي الشيطان، والدم اللي غرق القصر ده انت اللي تسببتي فيه. باه، انا السبب في الدم يا جيهان؟ امال اخوي زين اللي واكل حق السنين دي كلها يكون السبب في ايه؟ واللي رماني في حضن عبد القادر اللي ما طايقهوش ولا طايقه نفسه اسمه ايه؟ الغل والكره بيجيب دم، وكان جاي الدم يا جيهان، وانت عارفه ان ده لازم يحصل، لانك شايفه زين وعمايله الصدى فينا كلنا. ولا
هتعرفي منين يا غلبانة؟ ده انتي ما عرفتيش ان جوزك اتجوز عليكي الا بعد ما مات. مش طالعي برا. برا! طالعة. ما انا كده لازم اطلع برا. بنت العطار هتطلع عشان بنت الفخراني. لكن راجعة تاني. وحقي مش هسيبه. ومش هسيبك يا جيهان. افتكري كلامي كويس. بما انك ماسك في ايدك الورقه دي وبتقراها دلوقتي، يبقى انا قابلت رب كريم. من وانت صغير يا حسن، وانا عارف انك لما هتكبر هتكون غيرنا كلنا، غيري وغير جدك صالح وغير اخواتك كمان. اكيد بتسال نفسك الكلام اللي هقوله لك في الجواب ده ليه ما قلتوش طول حياتي، بس يمكن لما هتقرا هتعرف ان كل شيء بمعاد. وجودك في الدار ما كانش اسوأ مني عليك، بالعكس وجودك كان عهد، عهد ومكتوب على العطارين ولابد من تنفيذه. انت واحد من سلسلة طويلة قوي يا حسن، انكتب عليها انها تشيل امانة كبيرة. انا شلتها قبلك، وكل اللي بيشيلها لازم يختار اللي يشيلها من بعده، وانا اخترتك. وانت هتختار حد من ذريتك يا حسن، ما كانش ينفع تفضل عايش معايا وانا مختارك للامانة دي. انا سكتي كان نصها موت ونصها دم، ما كانش ينفع غير نبعدك عن الخطر. يمكن تكون مش مصدقني، بس تفتكر يعني ان هكدب عليك وانا بين ايدين ربنا؟ حماية الامانة شركة بينا وبين اللي يختاره الشيخ سلامة. الامانة موجودة عندك في الدار، متصانة بقالها عمر كبير، وكل حاجة عنها هتلاقي نصها هنا ونصها مع الشيخ سلامة. وما تنساش يا حسن، اختار اطهر قلب من ذريتك وكلفه بيها. مخازن العطارين من اللحظة دي تحت طوعك، خلي بالك منها، والدار انت كبيرها لحد ما تزهدها أو تدفن في ترابها. وأمان عليك يا حسن، اسأل عن أصلك وعن أمك. آخر حاجة عايز أقولها لك يا حسن، أنا عشت عمري وكل منايا إن حافظ على العيلة وقوة العيلة. يمكن ما تحسش بقيمة الكلمة دي دلوقتي، هتحسها يوم العيلة تقع. وقتها ما فيش حاجة هترجع قوة العيلة وهيبتها غير إن إيديكم تبقى في إيدين بعض، أنت وإخواتك يا حسن. هتلاقي معاهم السند والعون، هتلاقي وسطهم الأمان وقت ما الدنيا تيجي عليك، هتلاقي الحب والحنية والدفى والأمل، وأهم حاجة هتلاقي وسطهم اللي هيساعدك عشان انت من دمه حتى ولو ما بيحبكش.